مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير القطايف بالجبنه. عنا اول شيء كوبين المقاس طحين، كمان بحط ملعقه صغيره خميره، ملعقتين صغار بيكنج باودر، بخلطهم شي بسيط. هلا منحط المي، بسم الله. هيدا الكوب اللي عيرت فيه طحين، نحط كوب اثنين وبحركن. انا بحط المي دغري وبشوف السماكة، ما بعير المي، بس عشان كون غيرت المي عم غير المي، عرفتوا كيف؟ لحط لكم المقادير بصندوق الوصف. رح حط بعد نص كوب مي. هيدا نص كوب مي، يعني حطيت كوبين ونص مي. هلأ بخلطهم منيح، بخلط قد ما فيني منيح عشان ما يبقى عندي تكتلات بالعجينة. بس خلطتهم بهيدا الشكل، هلأ بغطيهم. بعد ما غطيتها للعجينة هلأ بحطها بمكان دافي وبتركها ترتاح نص ساعة 30 دقيقة. بدنا نعمل القطر مع بعض. عنا كوب سكر، حط فوق كوب السكر كوب ونص ماي، كوب نص ماي. حطينا كوب ونص ماي، وبحط ملعقة طعام عصير حامض. هلأ بحطهم على الغاز، بحركهم بس شوي شي بسيط. هلأ بتركهم ليغلوا. بعد ما حطيتهم على الغاز حوالي 8 دقايق هلأ بحط ملعقة طعام مزهر. بس صار القطر له 9 دقايق على الغاز، هلأ بدي اعمل انا وياكم طريقة لنتأكد انه القطر صار جاهز. غطينا الاسباتشيلا بالقطر، بحطها بالصحن، بس تصير تلزق شي بسيط. شايفين كيف؟ بتلزق شي بسيط، يعني القطر صار جاهز. هلأ بطفي الغاز. بعد ما ارتحت العجينة نص ساعة، هلأ بدنا نباشر بالطريقة انا وياكم. بخلطهم شوي،
شو بعمل عشان يسهل علي طريقتهم؟ بحطهم بالركوة، بعبي بهيدي الطريقة. حطينا المقلاي، بستحمل مقلاي من باشر دغري بالطريقة. هلا منبلش، بسم الله. شايفين حطيتهم بالركوة عشان يسهل علي حطهم بالمقلاي. هلا صارت جاهزة، كمان نفس الشي رح اعمل وحدة تانية انا وياكم. اذا لاحظتوا طريقتهم جدا جدا سهلة وسريعة وما بتاخد وقت بالتحضير، وعن جد كتير كتير رائعة وطيبة لرمضان. كمان نفس الشي بنطر لتنشف شوي من الاعلى. على فكرة كل ما حمي الغاز حمية المقلاية بصير اسرع عنا طريقة القطايف، ما بتاخد وقت اطول. قطايف كتير كتير ناجحة ورائعة وسهلة وسريعة. هيدا اللون، بس حمية المقلاية صار دغري عم ياخد عنا القطايف لون رائع. هلا بكفي الباقيين بنرجع بنكفي مع بعض. هول القطايف اللي عملتهم انا وياكم بهيدا الشكل، شكل كتير كتير مرتب وناجحين. شفتوا كيف؟ هلا عندي كمان جبنة مازوريلا بحط بالقطايف بهيدا الشكل، بكبسها منيح وبحطها على ورقة الزبدة. كمان نفس الشي جبنة بنسكرها منيح. طريقتهم كتير كتير ناجحة 100%، كتير بتطلع طيبة. كمان حطيناها على ورقة الزبدة. وفينا نفس الشي من هيدي العجينة، هي ذاتها عملت واحدة كبيرة. إذا بدكم تعملوا حجم كبير عملت هيدي، هيدا الحجم. أنا عملت القطايف كرمال حطهم بالفرن، بس كمان بدنا نشوف مع بعض الطريقتين بالفرن ومقلي. هلا حمي عنا الزيت هون، بحط القطايف. رح اقلي قسم كتير صغير عشان انا بدي اياهم بالفرن افضل. بقليهم شي بسيط. بعد ما قليتهم هلا دغري بشيلهم من الزيت وبحطهم بالقطر. شفتوا كيف شكلهم؟ شو حلو رائع. بس بنصحكم تعملوها بالفرن افضل عشان الزيوت وهيك، انا بفضل بالفرن. هوني بعد ما حطيتهم بالقطر هلا منشيلهم. كمان مقليين بيطلعوا 100% ناجحين. شايفين منا شكل كتير كتير روعة. عم حمل الفرن على درجة 250 من الأعلى والأسفل. عندي هوني سمنة، رح ادهن قسم سمنة وقسم زبدة. السمنة يلي بحب السمنة، والزبدة يلي بحب بفضل الزبدة عن السمنة.
هلا هو 3 رح احط عليهم زبده، كمان بحطهم بالفرن. هول المقليين طلعوا بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ هول القطايف بعد ما طلعوا من الفرن حطيناهم حوالي 7 دقايق بالفرن. هلا بدنا نحطهم بالصحن. بسم الله ما شاء الله شكلهم كتير كتير طالع روعة. صاروا بهيدا الشكل سخنين، شفتوا الجبنة كيف صارت بهيدا الشكل الرائع. بكفي الباقيين بنرجع منكفي. هول القطايف اللي عملتهم انا وياكم بالجبنة. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.